السلام عليكم شباب رابع ميكانيكا، يا رب تكونوا دايما بخير. اتكلمنا في السكاشن اللي فاتت عن التربينات الغازية اللي هي الجاز تيربينز، وقلنا التربينات الغازية عبارة عن أو الوركينج فلويد بتاع هو الهواء بحقن فيه وقود يتولد غازات عادم بطاقة انصهار عالية تخش على التربينة تولد لي شغل. كلامنا النهاردة وأنهينا كلامنا عن الجاز تيربينز بدورات التيار اللي هي التربو فان والتربو جيت، وعرفنا الفرق ما بينهم. كلامنا النهاردة إن شاء الله هيبقى عن الستيم تيربينز، اللي هنا بتعامل مع ستيم. وطبعا كل واحدة من التربينات دي سواء ستيم أو جاز تيربين لها تطبيقات مختلفة وفي مميزات وعيوب لكل منهم. لو عاوز تعرف المميزات والعيوب ارجع للمحاضرات اللي في بداية السنة، الدكتور هيتكلم عنها بالتفصيل. طيب، من ضمن التقسيمات اللي الدكتور برضو كلمكم عنها للتربينات حسب اتجاه السريان بتاعي. انا عندي لو الفلويد ماشي عمودي على الشفط بسمي السريان ده راديال. طيب لو السريان موازي للشفط بسميه اكسيال فلو. احنا كلامنا النهاردة عن التربينات الاكسيال فلو اللي السريان بيبقى فيها موازي للشفط. طيب قسمنا التربينات برضو سواء امبلس او رياكشن. طيب بتعتمد على ايه التقسيمة دي؟ اللي هو مقدار التمدد في الجزء المتحرك الروتور الى مقدار التمدد في الجزء الثابت اللي هو الستيتور، وعبرنا عنها بالديجري اوف راكشن اللي هي الدلتا اتش روتور على الدلتا اتش الكليه. وقلنا في حاله الامبلس التمدد بيبقى في الجزء الستيتور فقط، فبالتالي الديجري اوف راكشن تساوي صفر. اما في الراكشن تربن جزء من الغاز عندي يتمدد في الجزء الستيتور وجزء من التمدد حصل في الروتور، فبالتالي الديجري اوف راكشن لها قيمه ما بين الصفر للواحد. ده الفرق الجوهري ما بين الامبرس والراكشن تربن. فاحنا اول تربينه هنتعامل معاها قلنا كلامنا في التربينات اللي جايه كلها عن التربينات الاكسيال. التربينه دي تحديدا هتبقى امبلس. عدد المراحل ممكن عدد المراحل يبقى مرحله 2 3 زي ما هنشوف. فالتربينه اللي هنتكلم عنها هي مرحله واحده سنجل ستيج. طيب سنجل ستيج امبلس تربين اللي هي تربينه ديلافال مناسبه الى العالم اللي اتعامل مع التربينه دي لاول مره. طيب نبدا سكشننا نتكلم عن الاكسيال تربينز. قلنا الاكسيال تربينز السريان بتاعها بيبقى موازي للشفط. ادي الريشه بتاعتي بالشكل ده. لو بصيت بالمسقط الجنبي هلاقي الشفط اهو ومجموعة الريش حوالين الشفط بالشكل ده كده. السريان بيدخل من نقطة واحد ويخرج من نقطة اتنين. عاوزين تتخيلوا شكلها مجسمة هيبقى شبه الشكل ده. الريش واخدة كيرف كده حوالين الشفط، والفلويد بيخش عندي من نقطة ويخرج من النقطة التانية. نتيجة لكده الشفط بيدور وبتتحول الكاينيتيك انرجي الى وورك عندي. فعندي بتعامل مع الهاب دايمتر والتيب دايمتر. الهاب دايمتر ده اللي هو قطر الدايرة اللي بيمثل بداية الريشة، يعني اللي هو القطر ده بسميه الهاب دايمتر. طب القطر الخارجي اللي في نهاية الريشة بسميه التيب دايمتر. احنا بنتعامل مع المين دايمتر اللي هو الدي هاب زائد التي تيب على الاثنين. عاوزين نعرفها اللي هي البليد فلوستي، ان نتيجة مرور الستيم على الريش الريش دي هتطول بسرعة بسميها اليو. وعرفت قبل كده ان اليو هتساوي باي في الدي في الان على 60، طبعا نتيجة لاختلاف القطر. يعني اي فلويد عندي هيمشي على الريشة كل ما ارتفع لفوق كل ما القطر يزيد وبالتالي السرعة تزيد. احنا بنتعامل المتوسطة، يعني بنعوض بالدي مين اللي هو المين ده بتر. يبقى السرعة عندي اليو واحد تساوي اليو اتنين تساوي اليو افريج تساوي باي في الدي مين في الان
على 60. طيب تاني حاجة اللي هي الماس فلوريت، أي ماس فلوريت زي ما انتوا عارفين بتساوي الرو في الـ A في الـ C العمودية. خلي بالكم السرعة لو جاية في زاوية بالشكل ده هحللها الـ CX والـ CY. الـ CX دي هي السرعة العمودية على المساحة، مساحة الدخول اللي عندي، فهي دي اللي بتعامل معاها. طيب الرو لو جينا نفكها هتبقى 1/V specific volume، الاريا العمودية على السرعين زي ما انتوا شايفين في الشكل ده كده، اللي هي باي على 4 في الدي تي بتربيع ناقص الدي هاب تربيع، في السي اكس في حاجة اسمها الاي والابسيون، وهنعرف ايه هما المتغيرات دي. طيب قبل ما نعرف ساعات المساحة دي بنفكها بالشكل ده، التربيع ده هيفك لدي تيبز زائد دي هاب على 2، في دي تيبز ناقص الدي هاب على 2. الترم الأولاني ده اللي هو الدي مين اللي عرفناه فوق، الترم ده اللي هو بيمثل ارتفاع الريشة اللي هو الهاب هايد. تمام، يبقى ساعات بنستبدل الترم بتاع المساحة ده بالباي في دي مين في الاتش بليد في ارتفاع الريشة. طب ايه هو بقى الاي والابسيون دول؟ اول حاجة احنا عملنا جزء مهم جدا اللي هو سمك الريشة، احنا خدنا المساحة كلها بدون ما نطرح منها مساحة الريشة. فالابسيون ده هو متغير كده عبارة عن النسبة ما بين المساحة الاكشوال للسريان لو انا طرحت منها مساحة الريش الى المساحة الثيوريتيكال اللي انا كنت مهمل فيها وجود سمك الريشة. فلو رجعنا للعلاقة دي، الابسيون دي اللي هي الاريا اكشوال على الاريا ثيوريتيكال، فالاريا ثيوريتيكال هتطير مع الاريا ثيوريتيكال، يبقى احنا كده هنتعامل مع المساحة الاكشوال. هي في المسائل لو ما ادهنيش وافرضها مثلا ب9 ولا حاجة، او ممكن اسيبها زي ما هي وافرضها 100%. تاني متغير اللي هو اسمه الاي اللي هو الديجري اوف ادميشن، هو بيقول لي المحيط الدخول الفعلي للسريان على المحيط الكلي. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي السريان في الحالة ده هدخله من المساحة الكلية، فالاي دي هتساوي 1 في الحالة دي. طيب لو مثلا قلنا الاي بتساوي نص، معنى كده اللي انا دخلت السريان من نص المساحة بس، يعني كده النص التاني سدته بوسيلة ما. طب ليه بعمل كده؟ حسب القانون ده كده لو بصيتوا فيه هتلاقوا الاي لو قلت للنص مع ثبوت باقي المتغيرات كلها، يبقى لازم عشان الام دوت تبقى ثابتة الاتش بليد اللي هيحصل لها، ايوه لازم تزيد للضعف عشان نحافظ على سريان ثابت. بلجأ ان انا اعمل الحكايه دي في حاله لما يبقى في الديزاين عندي الاتش بليد صغيره خالص، انا لما اكون عاوز ازود في الديزاين الريشه بتاعتي بقوم مدخل السريان من جزء بس من المساحه، فالاي عندي هتقل وبالتالي الاتش بليد هتزيد. طيب نستكمل حديثنا عن اول تربين عندنا، قلنا بنتكلم التربينات كلها اكسيال. التربينه دي سنجل ستيج يعني مرحله واحده، امبلس، عرفتوا يعني ايه امبلس؟ التربينة دي بسميها درافال. طيب التربينة دي عبارة عن ايه؟ قال لي صف من الريش ثابت فيكسد، والصف التاني متحرك اللي هو روتور اللي بحصل منه على شغل. يبقى بالشكل ده كده من نقطة 1 لنقطة 2 الريش فيكسد على هيئة نوزل، وقلنا في النوزل ايه اللي بيحصل؟ السرعة بتزيد والضغط بيقل، فانا الكينيتيك انرجي عندي من نقطة 1 إلى نقطة 2 هتزيد بالشكل ده. تمام، طيب في الجزء الروتور بقى ايه اللي بيحصل؟ الجزء الروتور بخلي الريش المساحة ما بينهم ثابتة. ليه؟ عشان احافظ على الضغط والحجم النووي ثابت، وبالتالي طاقة الانصراف من الاتش ما بين 2 و3 هيبقوا متساويين، وبالتالي الدلتا اتش في الحالة دي اللي هي الروتور بتساوي صفر، وزي ما قلنا الديجري اوف فراكشن دلتا اتش روتور على الدلتا اتش ستيج اللي هي الكلية اللي هي اتش 1 ناقص اتش 3 في الحالة دي هتساوي صفر، يعني التمدد حصل في النوزل بس. لو جينا مثلنا التربينة دي بالشكل ده، مثلنا الضغط والسرعة، قلنا من نقطة 1 لنقطة 2 اللي بيحصل الضغط، الضغط بيقل بالشكل ده،
بعد كده من 2 ل 3 بيثبت، على عكس السرعة، السرعة في النزل بتزيد من نقطة 1 لنقطة 2، بعد كده من نقطة 2 لحد نقطة 3 أنا بحول الكاينيتيك إنرجي إلى ورك، وبالتالي السرعة تقل أو الكاينيتيك إنرجي هتقل. لو جينا رسمنا مثلث السرعات زي ما خدته في الهيدروليك في حالة الأكسيال، قلنا نقطة 1 هي نقطة الدخول للنزل، نقطة 2 الخروج منه، بعد كده بدخل على الريش المتحركة من نقطة 2 واخرج منها في نقطة 3. طيب طريقة رسم السرعات، طبعا بما ان الريش دي متحركة يبقى هتشوف الاستيم اللي جاي ليها بسرعة نسبية، فالسرعة المركبة السرعة اللي هي 2 دي اللي ممثل الريشة اللي بسميها W2 دي عبارة عن السرعة النسبية ما بين البليد وما بين الستيم اللي عندي. طيب بالنسبة لنقطة 3 أو W 3 هي برضو السرعة النسبية ما بين البليد والستيم عند الخروج. طيب بعد كده اليو ريشة هتدور في الاتجاه ده، وقلنا هنثبت اليو لأن بنتعامل مع السرعة المتوسطة للبليد، فمقدارها ثابت واتجاه ثابت مقدار واتجاه ما بين الدخول والخروج، فاليو بالشكل ده هنا ونفس المقدار هنا والاتجاه هيبقى اليو هنا. بنقفز المثلث زي ما اتعلمته بالسرعة المطلقة اللي هي بسميها السي الابسوليوت فيلوسيتي. عندي زاويتين، أول زاوية اللي هي الزاوية ما بين السرعة السرعات النسبية وما بين الرأس اللي هي بسميها البيتا، فعندي زاويتين بيتا 2 وبيتا 3 بسميها البليد أنجلز. عشان ما تنساهاش، بما إن السرعة النسبية هي اللي مماس للبليد فالزاوية دي بسميها البليد أنجل. طب الزاوية التانية اللي هي الزاوية ما بين السرعة المطلقة وما بين الرأس بسميها الفلو أنجل. طيب بعد كده الدكتور عمل لكم في المحاضرة ورجعت المحاضرات شوية إثباتات كده استنتج فيها إن شغل المرحلة دي من قانون نيوتن 2 بيساوي اليو في السي واي 2 زائد السي واي 3. السي 2 دي لو جبت المركبة بتاعتها في الاتجاه ده تبقى سي واي 2، والسي 3 دي لو جبت المركبة بتاعتها في الاتجاه ده هيبقى سي واي 3، هي دي المسؤولة عن توليد شغل، فبالتالي الشغل هتساوي يو في السي واي 2 والسي واي 3. طبعا الإشارات دي ممكن تختلف على حسب اتجاه السرعات اللي عندي لو اتغير، يعني أنا فرض هنا إن السرعة 3 خارجة في الاتجاه ده، وارد جدا تكون خارجة في اتجاه معاكس بالشكل ده، وبالتالي السي واي 3 دي هتبقى بالسالب وهنتعامل معاه في المسائل هنشوف هتبقى شكلها عامل ازاي. طبعا الدكتور برضو استنتج لكم العلاقة ما بين السرعات والزوايا، ان الشغل ممكن احسبه بطريقة تانية بدلالة السرعات، هو سي 2 تربيع ناقص سي 3 تربيع على 2 زائد اليو 2 تربيع ناقص اليو 3 تربيع على 2. وقلنا اليو في حالة الاكسيال نتعامل مع اليو مين فالترم ده هيساوي صفر، زائد W 3 تربيع ناقص W 2 تربيع على الاتنين. قلنا السرعة النسبية دي المساحة ما بين الريش ثابتة، ف W 2 هتساوي W 3، لأننا أي تربينا امبالس W 2 هتساوي W 3، يعني الترم ده بصفر. هتبقى ليها قيمة إمتى؟ إما لو شغالين رياكشن أو لو في احتكاك. لو قال لي ذكر في المسألة كلمة إن في فريكشن، يعني كده ان ال W 3 هتبقى اقل من ال W 2 فبالتالي الترم ده هيبقى ليه قيمة. بعد كده برضو في شوية dimensionless parameters بتسأل علينا الحل، الدكتور عرف لكم في المحاضرة. اول parameter عندي اللي بسميه البليد to steam speed ratio اللي هو سرعة البليد اللي هو اليو على سرعة الستيم اللي هي سي 2 اللي خارجة من النوزل، بسمي المتغير ده سيجما. تاني متغير بسميه الفلو كوفيشنت برمز له برمز فاي، هو السي اكس اللي هي السرعه الاكسيال على اليو. في متغير اسمه اللودنج كوفيشنت اللي هو دبليو ستيج اللي حسبناه من القوانين اللي فاتت على اليو تربيع سرعه البريد تربيع. الديجري اوف ريأكشن اللي عرفناها لكم قبل كده. اخر متغير بسميه اليوتيلايزيشن فاكتور او برمز له رمز ايبسيون، دي الكفاءه النظريه. طيب
يعني الكفاءة الاسمية قبل ما اخد في الاعتبار قيمة اللوسز. دي بتساوي ايه؟ الشغل المستفاد على الاي ان. الاي ان دي بتمثل الطاقة اللي داخلة للجزء المتحرك اللي هو الروتور اللي عندي. برضو بالعلاقات الدكتور استنتج لكم ان الاي ان دي دالة في السرعات بالشكل ده. طبعا الترمين دول برضو زي ما عملنا في الشغل هتبقى قيمتهم بصفر لو شغالين امبلس مفيش اكسيال ومفيش رياكشن. التربينة امبلس هيبقى الترم هيبقى دبليو ستيج على سي 2 تربيع على الاتنين. خش على المسائل. مسائل اول مسألة عندكم من الشيت قال ستيم انترز ا سنجل ستيج امبلس تربين يبقى تربينة ديلافال. قال الظروف ضغط ودرجة الحرارة 12 ميجا باسكال و550 درجة سليزيوس. يبقى دي الظروف قبل الدخول للنوزل. تربن داتا ار كاباسيتي اوف 20 ميجا وات يعني الباور اللي عندي الناتج من التربينة دي 20 ميجا وات. البليد مين دايمتر اللي هي الدي مين 100 سنتيمتر. الروتر سبيد اللي هو الار بي ام عندي الان 3000 ار بي ام. الاكزيت انجل فروم ا فيكسد ستيج. طبعا فيكسد ستيج ده يقصد بيها اللي هو ايه؟ يقصد بيها النوزل. طيب الاكزيت انجل بما ان السرعه اللي خارجه من النوزل دي نوزل فيكسد يعني السرعه اللي خارجه منه هتكون سرعه مطلقه. يبقى الانجل دي يقصد بيها ايه؟ الزاويه ما بين السرعه اللي خارجه من النوزل وما بين الراسي اللي هي قلنا عباره عن الفا 2 هتبقى ب70. الاكسيال فيلوسيتي هتساوي 110 وقال لي كونستانت. خلاص. طيب عاوز ايه؟ الروتور بليد انجلز عندي اتنين بليد انجلز اللي هي قلنا عبارة اسمها بيتا بيتا 2 وبيتا 3. الستيم ماس فلو ريت اللي هي ام دوت ستيم. الهايت البليد اللي هو الارتفاع الريشة 3 مطلوب. البليد تو جاز ريشيو اللي هو قلنا عبارة عن سيجما. اخر مطلوب بقى ركزوا فيه شوية اللي هو ذا فاينل ستيت اوف ستيم افتر اكسبانشن يعني الحالة النهائية في المرحلة الأخيرة خالص من الخروج من الريشة المتحركة اللي هي عند نقطة تلاتة. عاوز حالة الستيم. هل احنا واقعين في الويت زون يبقى هتجيب الدراينس فراكشن بتاعي او احنا سوبر هيتد. هنشوف بدلالة الستيج افشنسي كفاءة المرحلة عندي ب80%. طيب اول حاجة في المسألة اللي عندي ببدأ ارسم مثلث السرعات زي ما اتعلمنا ازاي نرسمه. قلنا اي سرعة موازية للريشة دي relative velocity اللي هي W2 و W3. اليو نفرض اتجاه هنا يبقى تبقى ثابتة في المثلثين مقدارا واتجاهها. نقسم نقفل المثلث بالسرعة المطلقة اللي هي C2 و C3. الزاوية ده هيسموها بيتا 2 والزاوية ده هي ألفا 2. طبعا هنا الزاوية بين دبليو 3 والرأسي هتبقى بيتا 3 والزاوية بين السي 3 والرأسي هنسميها ألفا 3. طيب أول حاجة هو جيفن عندي دي مين والإن. نعوض في العلاقة دي نحسب اليو اللي هي قلنا هتبقى ثابتة. طيب نكمل نحسب بقى المتغيرات في المثلث ده. هو كان طالب البيتا 2 والبيتا 3. عشان احسب البيتا 2 احسب الاول السي واي 2. انا حسبت اليو احسب السي واي 2 بحيث اطرح السي واي 2 ناقص اليو يبقى عندي في المثلث ده اللي هو بتاع بيتا 2 اقدر اجيب الضلع ده. وبمعلومية السي اكس اللي هي جيفن يبقى انا كده حسبت البيتا 2. طيب هنطبق الكلام ده ازاي؟ هنقول في المثلث الكبير خالص تان الفا 2 هتساوي مركبة الواي بتاع السي 2 اللي هي سي 2 سي واي 2 خلاص على المركبة الاكس اللي هي بسميها سي اكس. اعوض احسب السي واي 2 بعد كده بالمرة نحسب السي 2. احنا عندنا السي اكس جيفن هقول السي 2 من المثلث الكبير جذر تربيع السي اكس تربيع زائد السي واي تربيع
بعد كده نحسب أول مطلوب عندي اللي هو كان طالب البيتا 2، هنقول التان بيتا 2 من المثلث ده تساوي السي واي 2 اللي هو الضلع الكبير ده ناقص اليو على السي اكس. عندي كل السرعات، يبقى كده حسبت البيتا 2. طيب هو ما جابليش سير على الفريكشن، يبقى افرض ان مفيش فريكشن، وزي ما الدكتور قال لكم في المحاضرة طالما مفيش فريكشن يبقى السرعات النسبية دي ثابتة، دبليو 2 هتساوي دبليو 3 هتساوي سي اكس على كوزين بيتا نحسبها، ويبقى البيتا 2 هتساوي البيتا 3 ب 52 و8 من 10 درجة. ليه بقى البيتات متساوية؟ أنا عندي السي اكس وقال لي متساوية، وعندي ال دبليو 2 بتساوي ال دبليو 3، يبقى أنا عندي المثلث الصغير ده متماثل مع المثلث ده، يبقى عندي البيتات الزوايا طالما في تماثل يبقى الزوايا لازم تكون متساوية. طيب نخش على المثلث اللي هو التالت ده، أنا بقى عندي هنا ال دبليو 3 وحسبت البيتا 3 وعندي السي اكس، نبدأ نقسم بقية السرعات والزوايا. أول حاجة معلومية البيتا 3، هنقول تان بيتا 3 سي واي 3 زائد اليو على السي اكس، أدي تان بيتا 3 هتساوي السي واي 3 اللي هو الجزء ده زائد اليو على السي اكس اللي هو مركبة بتاع السرعة في الاتجاه الاكسيال اللي هو السي اكس. لما اعوض في العلاقة دي يبقى المجهود الوحيد سي واي 3. الملحوظة اللي قلت لكم عليها ايه؟ السي واي 3 لاحظنا انها طلعت مقدار سالب، معنى كده ان انا فرضي للسرعات هنا كان فرض خاطئ، يعني السرعة دي مركبة بتاع السي واي 3 لو جيت حللتها هتبقى في الاتجاه ده كده، هي المقدار بالسالب يبقى الفرض بتاعي غلط، يبقى المفروض تبقى في الاتجاه المعكس، يبقى صحح بقى الاتجاه اهي، ادي السي واي 3 كنت فرضتها في الاتجاه ده، الإشارة السالبة تعني إن الفرض بتاعنا كان غلط، يبقى السي 3 السي واي 3 هتبقى في الاتجاه المعاكس بالقيمة دي. يبقى أرسم المثلث، أعيد رسم المثلث هيبقى بالشكل ده، يبقى اليو كان اتجاه نفس الاتجاه، وأدي السي 3 وأدي الدبليو 3 والزوايا هتبقى بالشكل ده. طيب السي 3 أحسبها بالمرة، هيتبقى لنا في المثلث ده ألفا 2 ما حسبناهوش، القيمة دي غلط المفروض تبقى ألفا 3 تمام، أصلحها بس، هتبقى تان ألفا 2 تان ألفا 3 سي واي 3 على السي إكس، يبقى كده حسبنا الألفا 3. طيب يبقى كده حسبت كل السرعات اللي عندي وكل الزوايا. نحسب الأول شغل المرحلة اللي عندي، شغل المرحلة من القانون بتاع يو في السي واي 2 زائد السي واي 3، طبعا قلنا السي واي 3 في المسألة ده ايه اتجاهها اختلف، فبالتالي هتبقى قيمة سالبة. ولو عاوزين تعرفوا استنتاجها اهو، احنا قلنا في الشكل ده كانت السي واي 3 المفروض اللي الدكتور استنتجها معاكم في الاتجاه كده في الاتجاه المعاكس، احنا على الحالة بتاعتنا هتبقى زي ما انا رسمها لكم كده في الاتجاه ده تمام. فلما نتيجي نطبق معادلة نيوتن 2 يبقى ال F هتساوي ال U في ال CY 2 في النهاية ناقص ال CY 3، اللي هي لو عكسنا الاتجاه هتبقى ال CY 2 زائد ال CY 3. ممكن أخلي القانون زي ما هو، ولو اختلف الاتجاه أعوض بالقيمة السالبة وخلاص، مش لازم أعكس الاتجاه تمام. فهنا نحسب ال W stage هيطلع بالجول لكل كيلو جرام. بعد كده كان طالب السيجما، السيجما قلنا هي اليو على السي 2، بمعلومية السرعات حسبتها كلها يبقى حسبت السيجما طلعت 48%. الام دوت ستيم هتساوي ايه؟ واحد على في في الباي في الدي مين في الاتش بليد في السي اكس في الابسيوم في الاي، القانون اللي انا اديته لكم في اول السكشن خالص. فاحنا حسبنا الدبليو ستيج
وعندي الباور يبقى احسب منه الام دوت ستيم. بعد حسابنا للام دوت ستيم معانا الدي مين، وعاوزين نحسب الاتش بليد والسي اكس جيفن. الابسيون دي هنفرضها ب100%، وطبعا ما ادانيش حق معلومة عن ادميشن فهعتبرها بواحد. يبقى المطلوب مننا نحسب الفي اللي هو السبيسيفيك فوليوم. عشان نحسب السبيسيفيك فوليوم الاول هنمثل الدورة بتاعتنا على الاتش اس دياجرام. اول حاجة هو مديني الضغط والحجم ودرجة الحرارة عند نقطة الدخول، يبقى كده حددنا نقطة واحد، تمام. طيب المفروض الإجراء عندي ما بين الفيكسد من نقطة من دخول النزل عند من واحد هنخرج اتنين، يبقى اتمددنا لاتنين اس ثيوريتيكالي. الأكشوالي هتبقى من واحد إلى اتنين. طيب نقطة تلاتة هتكون فين؟ نقطة تلاتة هتنطبق على نقطة اتنين، لأن التبينة زي ما قلنا امبلس، يعني الديجري اوف فراكشن بصفر، يعني ال H2 وال H3 متساويين، يعني نقطة 3 هتنطبق على نقطة 2. فال V عندي ال V2 هتساوي ال V3، لأن ال H2 هتساوي ال H3. يبقى أنا استنتج من هنا من العلاقة دي نتيجة إن ال M دوت طبعا هتكون ثابتة، يبقى ال H بليد عندي ثابتة. طيب كفاءة الستيج، هو مديني كفاءة الستيج. كفاءة الستيج هتساوي شغل الاكشوال على شغل الثيوريتيكال، خلاص. طيب نرجع هنا بقى نطبق عملي. هنقول من التشارت عند البي 120 بار والتي ب 550 درجة سيليزيوس نحسب الاتش واحد. بعد كده من قانون الكفاءة الستيج اللي عندي اللي هو دبليو الشغل الاكشوال على الشغل الثيوريتيكال، الشغل الاكشوال اللي هو دبليو ستيج اللي انا حسبته بالقانون اللي هو بيساوي يو في سي واي 2 زائد السي واي 3، الشغل الثيوريتيكال اللي هو اتش 1 ناقص الاتش 2 اس، وما ننساش نضرب في 10 اس 3 لان القوانين عندي في التشارت بتبقى بالكيلو جول لكل كيلو جرام، نحسب منها الاتش 2 اس. طيب انا الهدف عندي احسب الفي 2 احددها. انا بمعلوميه الاتش 1 هنزل راسي وال H2S هتحرك أفقي، تقاطع ما بينهم ده بيمثل خط ثبوت الضغط اللي هو B بالشكل ده. يبقى أنا من H2S و H1 أقدر أحدد خط ثبوت الضغط، يطلع حوالي لو عوضته بالأرقام هيطلع حوالي 100 بار. طيب أنا عاوز أحدد بقى نقطة 2 دي، يبقى أتحرك على خط ثبوت الضغط بالشكل ده، بس لازم يبقى عندي معلومة تانية في نقطة 2 عشان أقدر أحسب منها أحد نقطة 2 وأحسب الـ V 2. إيه هي المعلومة دي؟ أنا من شغل المرحلة اللي عندي اللي هو W stage الـ actual ممكن أقول هو H 1 ناقص H 2 3، يبقى الشغل اللي أنا حسبته هفكه تاني، ده H 1 ناقص الـ H 2 3 وما ننساش أضرب في 10 أس 3، يبقى أحسب منها الـ H 2 3 تطلع ب 3434 كيلو جول لكل كيلو جرام. يبقى على نفس الخط ده اشوف ال H هنا اللي هي H 2 3 واقطعها مع الخط ده، يبقى كده حددت نقطة 2 او 3 بالشكل ده. طبعا ممكن من الشارت بقى احسب الحجم النووي ال specific volume بتاعي، او ممكن من التيبل هيديني قيمة ادق. انا بمعلومية الانصالبي عندي اللي هي عند نقطة 2 وبمعلومية الضغط اللي هو بيوم 100 بار ممكن ادخل التيبل احدد السبيسيفيك فوليوم بدقة، تطلع حوالي 34 من 1000 متر تكعيب لكل كيلو جرام. يبقى ارجع تاني بقى احسب المجهول اللي عندي اللي هو اتش بليد اللي انا ما كنتش عارف احسبه، يبقى اعوض في القانون ده بالام دوت ستيم اللي احنا حسبناه، واحد على 34 من 1000 باي في الدي مين ب100 سنتيمتر اللي هي هتبقى 1 متر. الاتش بليد عندي والسي اكسيال قلنا ب110، والمتغيرات دي هنفرضها انها 1، يبقى المجهول الوحيد اللي عندي اتش بليد احسبها هيطلع مقدار بالسنتيمتر.
طيب خلي بالكو عندي في القانون ده كده، احنا قلنا شغالين هنا امبلس، قلنا في حالة الامبلس ان ال h 2 هتساوي h 3 لان الديجري اوف فراكشن بصفر، وال h 2 نقطة 2 هتنطبق على نقطة 3 بالشكل ده. لو جينا لاحظنا هنا في القانون ده بالشكل ده كده، ان طالما الام دوت ثابته وطالما الحجم النوعي ثابت ما بين نقطه 2 ونقطه 3، يبقى لازم الاتش بليت تبقى ثابته. عشان كده تربينا الامبلس بتلاقي دايما الريش بتاعتي ثابته، ارتفاع ثابت، الاتش بليت ثابته. طيب الكلام ده طبعا هيختلف مع الرياكشن، التربينات الرياكشن زي ما هنشوف قدام. التربينات الرياكشن يا شباب لو جيت مثلت الاجراء بتاعها في الجزء الاستيتور هتمدد من اتش 1 الى اتش 2 بالشكل ده. طيب في الجزء الروتور الانصلبي هيتغير لان حصل تمدد في الجزء بتاع الروتور او الريش المتحركه، فمن نقطه 2 الى 3 الاتش بتاعتي هتتغير، وبالتالي نقطة 3 هتختلف، وبالتالي الحجم النووي هيختلف، يبقى الـ V2 ما بتساويش V3، الـ V3 هتبقى أكبر من V2. طب لو رجعنا من القانون ده كده، عشان أحافظ على الـ M دوت ثابتة والـ V2 عمالة تزيد في اتجاه التمدد، يبقى الـ H بليد اللي بيحصل لها؟ أيوه لازم تزيد في اتجاه التمدد بتاعي، هلاقي الـ H بليد بتزيد في التربينة الرياكشن. يبقى دي شكل هي التربينة الرياكشن عمليا اهي، كل السرعان جاي من هنا ورايح في الاتجاه ده كده بالشكل ده، ألاحظ إن الاتش بليد عمالة بتزيد في اتجاه السرعان، فارتفاع الريشة بيتغير عنه. خلاص في المسافة بتاع الرياكشن بقى، لو طلب ارتفاع الريشة أحسب الارتفاع الريشة في نهاية كل مرحلة ستيج عندي، مش زي ما عملت في الرياكشن وثبت ارتفاع الريشة. دي ملحوظة كده خلوا بالكم منها. طيب نخش على المسألة التانية. المسألة التانية هي نفس المسألة الأولى بالظبط وبنفس المطاليب، الإكس ده اللي قلنا لو حالة الاستيم بتاعي في آخر مرحلة خالص اللي هي عند نقطة 3، تمام؟ بس قال لي إحنا شغالين عند الماكسيمم يوتيلايزيشن فاكتور، يعني أقصى كفاءة عندي. طيب إيه اللي هيختلف في المسألة؟ كده نشوف الحل كده. برضو الدكتور استنتج لكم في المحاضرة، لو جيت أفاضل الكفاءة عندي بالنسبة لسيجما وأساويها بالصفر، استنتج إن في حالة أقصى كفاءة أو ماكسيمم يوتيلايزيشن فاكتور إن الخروج عندي بيبقى راديال بالشكل ده، radial flow at exit. يعني معنى من الشكل ده ان الالفا 3 بقت بتساوي صفر، وبقت مركبة السرعة C2 هي C3 هتساوي CX بالشكل ده، يعني CY3 بقت بصفر. يبقى دي اول معلومة لازم نعرفها في حالة maximum utilization factor، ان الالفا 3 بتساوي صفر والCY3 بتساوي صفر. طيب احنا قلنا لو مفيش احتكاك المثلث بتاع ال W والبيتا ده متماثل، فهنا W 3 ساين بيتا 3 اللي هو هيساوي U، المفروض هيساوي W 2 ساين بيتا 2، قيمته هتبقى برضو لازم تساوي U. طب دي نستنتج منها ايه؟ ان مركبة ال CY 2 هتساوي U زائد ال U يعني 2U. يبقى ده تاني اختلاف أو تاني حاجة في حالة الماكسيمم يوتيلايزيشن فاكتور. طيب شغل المرحلة W ستيج كان بيساوي U في CY 2 زائد CY 3 بالشكل ده، قلنا CY 3 هتساوي صفر، عوض عن CY 2 ب2 U يطلع ب2 U تربيع بالشكل ده. طيب ساين ألفا 2 من المثلث الكبير ده هيبقى هيساوي 2 U على C 2. لو جينا نحسب السيجما اللي هي كانت بتساوي اليو على السي 2، عوض عن السي 2 من العلاقة دي باتنين يو على ساين ألفا 2 بالشكل ده كده، يبقى 2 يو
المفروض الساين الفا 2 دي هتطلع غلطة برضو، هتطلع في البسط، يطلع القانون بالشكل ده، السيجما اوبتيمم يعني السيجما اللي هتحقق لي ماكسيمم يوتيليزيشن فاكتور بتساوي نص ساين الفا 2. طيب اخر معلومة عندي، ده القانون ده برضو الدكتورة استنتجه لكم في المحاضرة، ان اليوتيليزيشن فاكتور كان داله في السيجما بالعلاقة دي. طب عند الماكسيمم عوض بالسيجما اوبتيمم اللي اتحقق لي اقصى كفاءة او ماكسيمم يوتيليزيشن فاكتور بنص ساين الفا 2، فعوض بالسيجما بنص ساين الفا 2 يطلع اقصى كفاءة بساين تربيع الفا 2. يبقى مجرد ما يقول لي في المسألة ان احنا شغالين عند ماكسيمم يوتيليزيشن فاكتور لازم ابقى عارف المتغيرات دي. اول حاجة احنا شغالين راديال في الواحد اكزيت، والالفا 3 والسي 3 بتساوي صفر، بناء عليه السي واي 2 هتساوي 2 يو، وبناء عليه الشغل 2 يو تربيع، سيجما اللي اتحقق لي اقصى كفاءة بنص ساين الفا 2 واقصى كفاءة ساين تربيع الفا 2. يبقى انا لو عرفت شوية المتغيرات دول اقدر على طول اعوض احسب حاجات مباشرة ودون ما احتاج احسب لكل السرعات اللي عندي. نرجع تاني للمسألة، هنكمل الخطوات اللي عندي زي ما عملنا بالظبط في أول مسألة. هنحسب الأول اليو، هنحسب بعد كده سي واي 2، هنقول هي باتنين يو على طول، نعوض نحسب قيمتها، بعد كده هنكتب قانون التان ألفا 2 نحسب منه السي إكس، يطلع ب114.4 متر بير سكند، ونحسب السي 2 برضو زي ما حسبناها بدرجة السي واي والسي إكس. بعد كده نكتب قانون التان بيتا 2 بتساوي اليو على السي اكس، المثلث ده احسب منها البي 2 تطلع ب54 درجة. بعد كده نحسب اللي هي الدبليو 2 بالمرة برضو طلعت ب194.3. طيب احنا شغالين ما فيش فريكشن، ويبقى قلنا البيتا 2 هتساوي البيتا 3 والدبليو 2 هتساوي الدبليو 3، نحسب كفاءة الاستيج على طول ب2 يو تربيع، نحسب الام دوت ستيم زي ما عملنا برضو، هتساوي الباور على شغل الاستيج بالكيلو جول او بالجول لكل كيلو جرام، يطلع الام دوت ستيم ب405.7 كيلو جرام بير سكند. السيجما على طول هتساوي نص ساين الفا 2، يعني داله في الفا 2 بس، حسبنا السيجما طلعت ب47%. هنكمل خطواتنا بالظبط زي ما عملت في المسألة اللي فاتت بنفس الطريقة، ونحسب الـ H بليد في المطلوب برضو، ما قلناهوش نسينا نقوله في المسألة الأولانية، قلنا الـ X عندي لو أنا وقعت في الـ Weight Zone يبقى هحسب الـ X بتاعي. طيب أنا هنا في المسألة دي هتلاقي نفسك النقطة 2 و 3 دي واقعة في السوبر هيتد زون، يبقى اكتب له وأقول له إن أنا واقع في منطقة السوبر هيتد زون. طيب مسألة رقم 3 يا شباب، هتلاقي مديني الـ Initial Pressure and Temperature، وشغالين سنجل ستيج تشامبر تربن يعني درافال، يبقى دي درجة الحرارة ودي الضغط، مديني الـ Diameter بـ 100 سنتيمتر والـ N بـ 3000 RPM، مديني الـ M دوت ستيم دي كان طالبها في أول مسائل هو هنا مدهاني، مديني قلنا الـ exit angle from a fixed stage اللي هي 70 درجة، دي degree مش دي celsius غلطة، ومديني هنا السيجما مش طالبها برضه اللي هي بليد تو جاز ريشيو ب3.10. طيب بس هنا بقى الزيادة في المسألة دي، قال لي الفريكشن كوفيشنت K ب9.10، يعني فريكشن كوفيشنت بسميه K مقداره ب9.10. عاوز ايه؟ عاوز البيتا 2 والبيتا 3، عاوز الباور اللي عندي، عاوز الـ H بليد، وعاوز الفاينل ستيت في ايتا ستيج ب85%. طبعا مش هنكمل المسألة كلها، بس هننوه بس على حتة الفريكشن. برسم المسألة عندي زي ما عملت قبل كده. الاختلاف بقى في المثلث رقم 3 بالشكل ده، قلنا طالما في فريكشن
بنعرف حاجة اسمها الفريكشن كوفيشنت. احنا كنا لو مفيش فريكشن قلنا ال W2 هتساوي ال W3 وال CX متساوية، وتساوي بالتالي البيتا 2 هتساوي البيتا 3. الاختلاف اللي هنا لا، اللي هنا مديني قيمة ال K 9/10. K دي بتمثل ايه؟ بتمثل ال W3 على ال W2، يعني السرعة اللي خارجة من البليد على سرعة الدخول بالشكل ده. يبقى احسب ال W3 بدلالة ال W2 اضربها في 9/10، يبقى كده حسبت ال W3. البيتا 3 هتختلف، وفي غلطة هنا برضو في الزوايا، ان البيتا 3 هي الجزء الزاوية دي كلها، والالفا 3 هي الصغيرة بس انا بدلت منها، فانتوا عدلوها بس انتوا بتحلوا المسألة. طيب كوزين بيتا 3 سي 3 على الدبليو 3، احسب منها البي 3 هتلاقيها مختلفة عن البيتا التي. تمام، واكمل المسألة عادي زي ما عملت قبل كده. يبقى انا لو مديني فريكشن بنلاقي عندنا السي اكس لو ما قاليش بتتغير فانا هثبتها، ولا عندي الدبليو 2 مختلف عن ال W3، وبالتالي البيتا 2 هتختلف عن البيتا 3، فالاختلاف عندي هيكون بس في الحسابات. إنما طريقة حل المسألة هتلاقيها شبه المسائل اللي فاتت. طيب آخر مسألة عندي يا شباب، قال لي inverse turbine has one ring of moving blades running at 180 متر بير سكند. قلنا سرعة البليدز دي اللي هي بسميها U، خلاص. وقال لي امبلس وران رينج اوف موفينج بليدز اللي هي قلنا يبقى دي ليفل. طيب نوزل اكزيت انجل ب 70، هنا بيديني كفاءه للنوزل، خلاص. المساله اللي فاتت كنا بنعتبر كفاءه النوزل ما كانش بيديني كفاءه للنوزل، فهنا كفاءه النوزل هعتبرها 90%. هنشوف هنتعامل معاها ازاي. الادياباتيك انصال بيدروب، ودي الانصال بيدروب الثيوريتيكال في النوزل ب 100 كيلو جول لكل كيلو جرام. طيب بعد كده قال لي ذا بليت اكزيت انجل، قلنا البليت انجل دي اللي هي البيتا. طب اكزيت يعني سرعه الخروج من الريشه عند بيتا، هي عباره عن بيتا 3 اللي هي تبقى ب 35 درجه. طبعا شيل السي دي، دي غلطة برضو، المفروض هتبقى 35 بس. طيب الام دوت ستيم قال لي الريت اوف فلو وستيم ب 500 كيلو جرام بير اور. الكي او البليد فيلوسيتي كوفيشن، يبقى هنا المسألة دي هنتعامل ان في لوسز، يبقى الكي ب 92%. مديني عاوز او عاوز الباور ديفلوب اند البليد افشنسي. البليد افشنسي ده اللي هو هنعتبره اللي هو اليوتيلايزيشن فاكتور، وعاوزين نحسب الباور. طيب من كفاءه النوزل احنا هنعرف كفاءه النوزل. كفاءه النوزل هو ايه؟ الدلتا اتش اكشوال في النوزل على الدلتا اتش ثيوريتيكال. هو جافن عندي الدلتا اتش ثيوريتيكال، وانا عشان ادخل المثلث ده يبقى لازم يبقى عارف فيه معلومة. طيب هو على ما اعتقد مديني اهو الالفا 2 ومديني اليو. عشان اكمل حسابات زي ما عملت قبل كده يبقى لازم يبقى عندي معلومة كمان، فهنا هقدر احسب من كفاءة النزل السي 2. طيب نحسبها ازاي؟ احنا قلنا الدلتا اتش لو طبقنا القانون الاول الديناميكا الحراريه على النوزل، قلنا الدلتا اتش هو فرق الكاينيتيك انرجي. الدلتا اتش 2 ناقص الدلتا اتش 1 هتساوي، او دلتا اتش 1 ناقص الدلتا اتش 2 هتساوي سي 2 تربيع ناقص سي 1 تربيع على الاثنين. طبعا هو ما ادانيش سرعه الدخول للنوزل، فبعتبرها مهمله بالنسبه لسرعه الخروج اللي هي من النوزل اللي هي عباره عن سي 2، فاعتبر سي 1 بصفر. يبقى من العلاقة دي سي 2 جذر 2 دلتا اتش ثيوريتيكال في الايتا نوزل احسب منها سرعة 2. طيب طالما حسبت سي 2 واديني الفا 2 واليو، يبقى بقى المسألة سهلة عندي. ساين الفا 2 اكتبها
خلاص احسب منها السي واي 2، وبعد كده السي اكس احسبها بالمرة اللي هي جذر تربيع سي 2 تربيع ناقص السي واي تربيع، تطلع ب 145.2، وبعد كده احسب البيتا 2 زي ما عملت قبل كده، وبعد كده احسب من المثلث ده الدبليو 2 تطلع بالقيمة دهي. طيب المسألة دي هي فيها فريكشن زي المسألة اللي فاتت، قلنا الفريكشن يبقى كي تساوي دبليو 3 على الدبليو 2، عوض احسب الدبليو 3 كي هو مديله ب 92%، يبقى انا كده حسبت الدبليو 3، وبعد كده احسب السي اكس 3. لو لاحظنا هنا انا حسبت الدبليو 3 وهو كان جيفن عندي البيتا 3 ب 35 درجة بالشكل ده. طيب لو انا قلت الدبليو 2 كوزاين بيتا 2 هتديني سي اكس 2 اللي انا كنت حاسبها فوق ب 145.2. هنا في المسألة كده هو كان مديني بيتا 3، فلما اقول دبليو 3 كوزاين بيتا 3 هتديني سي اكس، طلعت مختلفة عن السي اكس 2، يبقى الحالة دي السي اكس طلعت مختلفة. يبقى في حالة الفريكشن لو ما قاليش السي اكس اختلفت هعتبرها ثابتة. طب هو هنا مديني البيتا، ما ينفعش اثبتها لان لما اقول دبليو 3 كوزاين بيتا 3 هلاقيها اختلفت، يبقى لازم هتختلف. خلاص، وطبعا زي ما قلنا برضو في حالة الفريكشن بيتا 3 هتختلف، اعوض القانون ده ساين بيتا 3 سي واي 3 زائد اليو على السي اكس، اعوض احسب السي واي 3 طلعت بقيمة سالبة، يبقى احنا اتجاهنا ده اللي احنا فرضينه ده كان غلط، افرض في الاتجاه التاني زي ما عملت في اول مسألة، او اعوض على طول في القانون ده وانا بحسب الدبليو ستيج هتساوي يو في السي واي 2 زائد السي واي 3 عن السي واي 3 بقيمة سالبة، يبقى انا كده حسبتها. بعد كده احسب الباور ومديهولي بالكيلو جرام بير اور، يبقى اور عن الاور ب 3600، حسبنا الباور طلع بالوات. اخر مطلوب عندي عاوز البليد افشنسي او اليوتيلايزيشن فاكتور اللي هو من القانون اللي قلناه، عباره عن دبليو ستيج على السي 2 تربيع على 2 زائد الترم ده زائد الترم بتاع اليو اللي هو بقى بصفر. الترم ده كنا بنساويه بصفر لو ما فيش فريكشن، طب هنا في فريكشن فبالتالي الدبليو 3 اختلفت عن الدبليو 2، يبقى عوض نحسب طلعت ب 76%. تمام كده يا شباب؟ طبعا حلوا المسائل دي بإيديكم، الشيت هحاول أبعته لكم، وأي حد عنده استفسار أو أي حد مش فاهم حاجة في السكشن يتواصل معايا، وتمام كده.